الله وبركاته طلابي الأعزاء أطفالي الصغار، معكم الآن سارة نمر عندي من فريق منهاج التعليمي. سوف أكون معكم خطوة في خطوة في هذا الكتاب الشيق الذي هو بعنوان فان بلملري، ويعني علوم العلوم أو علوم الطبيعة. إذن سوف نتعلم في هذا الكتاب الشيق علوم الطبيعة وماذا يجري في طبيعتنا وفي كوكبنا. سوف نتعرف على الأرض والشمس، السهول والجبال، الليل والنهار. فهل أنتم جاهزون للبدء في الدرس الأول؟ هيا لننطلق. درسنا الأول هو بعنوان دنيانا شكلي نصلدر، هو كيف هو شكل أرضنا. إذن كيف هو شكل أرضنا؟ طلاب الأعزاء، كلمة نصلدر ويعني كيف شكله شكل دنيانا أرضنا أو الكرة الأرضية. أحضروا لي تفاحة، برتقالة، كرة قدم. ما هي الصفة المتشابهة بين هذه الأشياء؟ أجل، كلها دائرية. هذا صحيح. هل أنتم جاهزون للبدء بالقراءة؟ هيا. Günlük hayatınızda karşılaştığınız cisimlerden bazılarını kare, dikdörtgen, üçgen ve küre gibi çeşitli şekilleri vardır. هناك أشكال في حياتنا اليومية نصادفها، وهذه الأشكال تشبه كاري، تشبه المربع، ديك دورتجان، المستطيل، اتشجان، وأيضا المثلث، كوري، والكروي. إذن يوجد هنا في حياتنا اليومية، إذن كلمة حياتنا اليومية جلوك حياتنزدا. إذن في حياتنا اليومية يوجد أجسام نشاهدها بشكل مستمر أو نقابلها، فكلمة كارشلاشتنز يعني نقابلها، نشاهد بعض الأشياء أو أجسام، نقابل بعض الأجسام والأشياء نقابلها تشبه الكرة وتشبه أيضا المستطيل، تشبه المثلث وتشبه المربع. سانترانج تحت سكري، فمثلا لوحة لعبة الشطرنج اللعبة الذكية، إذا لو شكلها مربع. إذا هل تذكرون ما هي القاعدة التي نضع عليها المجسمات الخاصة بلعبة الشطرنج؟ كيف شكلها؟ فعلا شكلها يشبه المربع، فكلمة كاري يعني مربع. أما تحتس يعني خشبة أو قاعدة لعبة سانترانج الشطرنج. بعض evlerin pencereleri dik dörtgene، إذا بعض نوافذ المنازل هي مستطيلة، فكلمة ديك دورتجن يعني مستطيلة. evlerin pencereleri يعني نوافذ المنازل بعض. إذا بعض نوافذ المنازل هي مستطيلة. çatıları da üçgene benzer، وأيضا بعض الأسطحة تشبه المثلثات، فكلمة بنزر ويعني مثلث، اتشجنة عفوا بنزر يعني تشبه، أما اتشجنة يعني المثلث، çatıları ويعني الأسطحة، أسطحة المنازل. بلاستيك توب الكرة البلاستيكية، ve misketin şekli وأيضا الكرات الزجاجية الصغيرة، إذن هذه نسميها الدحل. إذن الكرات الصغيرة التي تلعبون بها، الكرات الزجاجية الصغيرة ise küreye benzer تشبه الكروي أو الكرة. benzer ويعني تشبه، küreye يعني الكروي. Aşağıda dünyamızın uzaydan çekilmiş bir fotoğrafı verilmiştir. الآن طلاب يقولون لنا في الأسفل هناك صورة لكرتنا الأرضية، صورة لكرتنا الأرضية أو لكوكبنا مأخوذة من الفضاء، فكلمة من الفضاء uzaydan يعني من الفضاء، çekilmiş bir fotoğrafı يعني التقطت هذه الصورة. Bu fotoğrafı göre dünyamızın sizce hangi şekle benzemektedir? طلاب الأعزاء يقولون برأيكم أنتم هذا الشكل المأخوذ أو في هذا الصورة ماذا تشاهدون؟ الأرض ماذا تشبه؟
هل تشبه المستطيل، المربع، الكرة أم المثلث؟ أجل، هذا الشكل الموجود في الصورة يشبه الكروي، فإذا كرتنا الأرضية تشبه الكروي. لننتقل الآن إلى الصفحة الثانية. Teknolojinin henüz gelişmemiş olduğu eski zamanlarda yaşamış insanlar. الناس الذين عاشوا في الزمن القديم قبل تطور التكنولوجيا. إذن teknolojinin henüz gelişmemiş. إذن يعني قبل تطور التكنولوجيا. Eski zamanlarda في الزمن القديم yaşamış insanlar. الناس الذين عاشوا dünyamızın şekli ile ilgili farklı görüşler öne sürmüşlerdir. İzen, قاموا هؤلاء الناس الذين عاشوا في فترات وعصور قديمة قاموا أو قالوا بآراء مختلفة حول شكل الأرض. إذن آراء مختلفة farklı görüşler يعني آراء مختلفة تتعلق ilgili إذن تتعلق بماذا؟ dünyamızın şekli تتعلق بشكل أرضنا. إذن بعض هذه الآراء وهي bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. إذن بعض هذه الآراء موجودة في الأسفل. الآن سوف نقوم بقراءة آراء الناس الذين عاشوا قبل وصول التكنولوجيا وقبل وصول الوسائل الحديثة لرؤية أرضنا. إذن ماذا قالوا أو ماذا اعتقدوا؟ هيا لنقرأ. Eski Mısırlılar dünyanın büyük bir kutu, gökyüzünün ise bu kutunun kapağı olduğunu düşünmüşlerdir. اعتقد المصريون القدماء اعتقد أن الأرض كان صندوقا كبيرا وأن السماء هو غطاء لهذا الصندوق. إذن هكذا اعتقد من؟ اعتقده إسكي مصريلار. إذن المصريون القدماء ماذا اعتقد المصريون القدماء؟ dünyanın büyük bir kutu. أن أرضنا أو كوكبنا هو عبارة عن صندوق كبير، فكلمة صندوق كتو يعني صندوق، أما كلمة كبير büyük يعني كبير. gökyüzünün والسماء ise bu kutunun في لهذا الصندوق هي ماذا؟ kapağı هي غطاءه. إذن هكذا اعتقدوا أن أرضنا هي صندوق كبير وأن السماء غطاء له. لا ننسى من اعتقد هذا؟ اعتقده المصريون القدماء. الآن سوف ننتقل إلى أفكار أخرى أو آراء أخرى. Eski Yunanlılara göre dünyanın şekli düz bir tepsiye benzemektedir. إذن طلاب الأعزاء الآن ننتقل إلى آراء اليونانيون القدماء. ماذا رأى اليونانيون القدماء أو ماذا اعتقدوا؟ أن دنيانا هي شكلها يشبه الصينية المسطحة، صينية مسطحة. إذن فكلمة benzemekteydi يعني تشبه tepsiye يعني الصينية düz مسطحة. إذن صينية تشبه صينية مسطحة. هذا ما اعتقده من؟ eski Yunanlılara göre. إذن بحسب اعتقاد اليونانيون القدماء. Hatta bazıları bu tepsinin için suyla dolu olduğunu ve dünyanın da bu suyun içinde yüzdüğünü düşünmüşlerdir. Hatta أنهم اعتقدوا بعضهم اعتقدوا أن هذه الصينية داخلها ماء مملوءة. إذن داخل الصينية موجود ماء ممتلئة وأن كرتنا الأرضية تسبح في هذه الماء أو داخل هذا الماء. إذن فكلمة حتى يعني حتى bazıları أن بعضهم bu tepsinin içinin suyla dolu olduğunu أن داخل هذه الصينية مملوءة بالماء. فكلمة ماء suyla يعني بواسطة الماء dolu ممتلئة ve dünyanın da وأيضا أرضنا bu suyun içinde داخل الماء yüzdüğünü düşünmüşlerdir تسبح اعتقدوا. إذا طلاب الأعزاء هذا اعتقاد من؟ هذا اعتقاد اليونانيون.
Bazı insanlar ise dünyanın bir öküzün boynuzlarında durduğunu düşünmüşlerdir. واعتقد بعض الناس أن دنيانا تقف كلمة تقف أين تقف دنيانا بين قرون الثور. إذن تقف دنيانا بين قرون الثور. طلابي الأعزاء سوف ألحق صورة هذا الاعتقاد في الملفات الملحقة أو في المرفقات الملحقة لهذا الدرس، إذن ممكنكم أن تتابعوا أو تشاهدوا هذه الصورة في المرفقات. الآن إذن ماذا اعتقد بعض الناس؟ أن دنيانا تقف أين؟ بين قرون الثور. إذن كلمة دردون يعني تقف أكوزن بوينوزلرندا بين قرون الثور. إذن من الذي اعتقد هذا الاعتقاد؟ بعض insanlar. بعض الناس اعتقدوا ذلك. أكوزن kafasını oynatmasıyla dünyada deprem olduğuna inanmışlardır. وصدقوا أن الزلزال يحدث متى؟ عندما يحرك الثور قرونه أو رأسه. إذن يحرك الثور قرونه أو رأسه اعتقدوا أنه يحدث زلزال في دنيانا. إذن كلمة inanmışlardır يعني صدقوا deprem يعني زلزال olduğuna يحدث الزلزال dünyada في أرضنا متى؟ öküzün kafasını oynatmasıyla عندما يحرك يحرك الثور رأسه. إذن فكلمة kafasını يعني رأسه. هذا اعتقاد بعض الناس، إنها اعتقادات غريبة جدا لدينا لأنه لم يكن هناك وسائل ولم يكن هناك تكنولوجيا متقدمة، فهناك كان هناك اعتقادات غريبة وغير صحيحة. Eski dönemlerde yaşamış olan insanlardan bazıları da dünyanın şeklinin yuvarlak olabileceğini iddia etmişlerdir. ادعى في الناس الذين عاشوا في الفترات القديمة ماذا ادعى؟ بعضهم ادعى أو قال بأنه أن الأرض أو شكل أرضنا يشبه المستدير، إذن أن أرضنا مستديرة الشكل، إذن يمكن أن تكون مستديرة الشكل. هذا اعتقادات بعض الناس الآخرين. إذن فالكلمة ادعى اتمشلر يعني ادعى وقالوا يوفرلك مستديرة olabileceğini يمكن أن تكون مستديرة dünyanın şeklinin شكل أرضنا. إذن يمكن أن تكون مستديرة شكل أرضنا. من قال ذلك؟ eski dönemlerde في الفترات القديمة yaşamış olan insanlardan الناس الذين عاشوا في الفترات القديمة. إذن بعض الناس الذين عاشوا في هذه الفترات قالوا بأن الأرض يمكن أن تكون مستديرة. bu görüş daha sonraları birçok bilim insanı tarafından da kabul görmüş. وقبل بعض هذا الاعتقاد أو هذا الرأي قبله من؟ قبله بعض العلماء. إذن فكلمة kabul görmüş يعني قبله tarafından من طرف من؟ طرف من الناس أطراف الناس الذين قبلوا هذا الادعاء bilim insanı يعني الناس العلماء أو العلماء بعد فترات من الزمن. إذا قبلوا هذا أن تكون هذا الاعتقاد أن تكون أرضنا مستديرة. ve çeşitli olaylara dayanılarak ispatlanmıştır. وأيضا أثبتوا هذا الكلام من خلال الأحداث التي حدثت الأحداث المختلفة التي حدثت في دنيانا. Günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce yaşayan Yunan bilim insanı Pisagor. Pisagoras هو عالم يوناني. عالم يوناني كان يعيش أو عاش قبل حوالي 2500 سنة من يومنا هذا. إذا günümüzden من حياتنا هذه yaklaşık تقريبا
2500 yıl önce قبل 2500 سنة قبل حياتنا هذه أو لحظتنا هذه يشايان يونان بيليم إنسانı فيثاغور. إذن عالم يوناني عاش إذن عالم يوناني عاش اسمه فيثاغورس. Dünyanın şeklinin küreye benzediğini söyleyen ilk bilim insanlıdır. قال إن شكل الأرض يشبه الدائرة وهو أول عالم يقول ذلك. إذن قال ماذا؟ Dünyanın şeklinin küreye benzediğini. قال بأن كرتنا الأرضية تشبه الكروي. إذن تشبه الكروي تشبه benzediğini. يعني تشبه küreye الكرة dünyanın şeklinin شكل أرضنا أو شكل كوكبنا. Söyleyen ilk bilim إذن وهو أول عالم قال ذلك. فكلمة إلك بيليم يعني أول عالم إنسان أول عالم من الناس الذين قالوا ذلك. الآن سوف ننتقل إلى فقرة بليور موسونوز هل تعلمون. إذن هذه المعلومة هل تعلمون هذه المعلومة الشيقة. هيا استمعوا إلى معلومتنا. بورتوغالي إذن برتغالي Gemici Ferdinand Magellan. إذن ماجيلان فرديناند هو قبطان برتغالي أو بحار برتغالي. فكلمة بحار Gemici يعني قائد سفينة. إذن نقول عنه بحار. إذن البحار البرتغالي هو اسمه فرديناند ماجلان. من هذا البحار البرتغالي؟ Bir yerden yolculuğa başlayan kişinin hep aynı yöne gitmesi halinde başladığı yere varacağını söylemiş ve İspanya'dan dünya turunu çıkmıştır. Fakat yolculuk sırasında hastalanmış ve hayatını kaybetmiştir. Magellan'ın beraber yola çıktığı çok sayıdaki gemiden ancak iki tanesi İspanya'ya geri dönebilmiştir. طلاب الأعزاء يتكلم الآن يقدم لنا معلومة شيقة لأول مرة نسمعها. البحار البرتغالي ماجلان هو شخص بدأ رحلته من مكان إلى آخر دائما في نفس الاتجاه. إذا لم يذهب يمينا وشمالا جنوبا وغربا إنما ذهب كل الرحلات التي قام بها من نفس الاتجاه. وقال كان يدعي أنه سيصل إلى حيث بدأ. إذا خرج بنفس الاتجاه من أي مكان سوف يرجع إلى نقطة الانطلاق. وذهبوا في جولة حول العالم من أسبانيا ولكنه مع الأسف أثناء رحلته مرض وفقد حياته ولم يقبل هذا الاكتشاف وتمكنت إسنان فقط من سفنه من العودة إلى أسبانيا. إذن هذا العالم كان أو هذا البحار كان يريد أن يثبت للعالم بأننا إذا خرجنا من نفس المكان وبنفس الاتجاه سوف نعود إلى مكان انطلاقنا. أي يحاول أن يثبت أن كرتنا الأرضية كروية الشكل أو أن دنيانا كروية الشكل ولكنه فقد حياته بسبب المرض. بهذا الشكل طلابي سوف أنهي اليوم درسنا لليوم الذي كان بعنوان شكل الأرض ونتابع هذا الدرس في الحلقة القادمة.